من بعد مريم فارس، معقول إليسا تكون عم تحضر الوثائق الخاص فيها؟ تفاصيل مع لارا بعقلين. بيتم تداول الاخبار عن تحضير اليسا لوثائقي رح ينعرض على نتفليكس، فنشر حساب اليسا اكسس صوره بتجمعها بمروان خوري وكتب عليها: الفنان مروان خوري يشارك ضيفا في الوثائق الخاص باليسا على نتفليكس، بس لحديت اللحظه اليسا ما اكدت هيدا الخبر. من ناحيه ثانيه عم تتعرض اليسا لكثير من الانتقادات بعد ما تم نسب تغريده لها مفاده بوجوب دفن الامه الاسلاميه، بس هالتغريده منا موجوده على حسابها، يمكن تكون لغتها ويمكن لا، بس بالتالي ما فينا ناكد هيدا الخبر. من لارا بعقليني منتابع سوا باخبار كاتشاب. وكشفت بعض التقارير الاخباريه عن طرد نجمه مواقع التواصل الاجتماعي جولي المغربيه من دبي، وذلك بعد اثبات اصابتها بمرض الايدز حسب بعض المواقع الالكترونيه، وطورتها بعمليات ابتزاز عدد من رجال الاعمال، وكمان اذا فينا نقول ردت هي بطريقه انه كل هيدي اشاعات عم بتصير حواليها، وقالت طبعا السلطات الإماراتية ما بترضى بالحديث اللي عم بيصير. وهو سيرج كان رجل أعمال إماراتي، هو قال أنه تعرض للابتزاز من وراء جوري بعد ما عمل تاست وطلع مظبوط مصاب بالإيدز. أما بلقيس فتحي مغيرة اللوك تبعها وعم نشوفها بهالفيديو سيرج بإطلالة شعر قصير وكتير هيك لبقلة، ومش معقول هالقصة شو بتزغره للشخص عن جد، بس مش كل الناس بتلبقلة، بس هي عن جد لبقتلة، هي لبقتلة ومزغرتها مزبوط. صحيح. من بلقيس منروح سوا للسلطانة هويام أو مريم إذا فينا نقول، هي متواجدة أكيد كانت بأبو ظبي، وكمان كان معها إليسا وكتار من النجوم. Enjoy the game? It's a beautiful experience. This is my first time to watch NBA. That's great. Thank I'm you. I'm glad I did it. Thank you. شكرا إليسا، واكيد كانوا عم يحضروا بطولات الان بي اي بابو ظبي. صرح سعد رمضان انه قضيه سعد المجرد يلي اشعلت الراي العام مؤخرا وتسببت له بالسجن بفرنسا مدبره بنيه الحاق الاذى فيه، وقال انه هو تعرض لمثل هذا الموقف بس عرف كيف يطلع منه. ومن خبر سعد رمضان بمناسبة شهر التوعية لسرطان الثدي، هيك كانت إطلالة بعض النجمات يلي عم يوعوا على أهمية هيدا الموضوع. لارا بعقليني. عدد من النجمات نزلوا الصور بمناسبة شهر التوعية من سرطان الثدي، رح نشوفهم سوا. عم يستعد الفنان المصري أحمد سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان بعتذر لك، بوقت تتردد فيه أنباء عن عودة علاقته مع زوجته مصممة الأزياء المصرية علياء سنوي. ومن الجوسبس اللي عم نشوفهم دايما حوالين النجم أحمد سعد، ننتقل سوا نشوف شيراز اللي موجودة بلندن وكتبت Let the adventure begin. رح نشوف سوا شيراز كمان هيدا اللوك تبعها كتير حلوة الصورة. من شيراز منروح سوا
تلقت الممثلة المصرية نور الغندور العديد من الانتقادات بعد ظهورها الأخير بمباراة الـ NBA وأطلالتها يلي اعتبرها الجمهور ما بتليق بالحدث. وكمان الحديث اللي طال بشكل كتير كبير لنور الغندور، ننتقل تنشوف سوا الممثل إلي شيلوحي، إلي اللي متواجد بمصر، رح نشوف سوا بالفيديو قدامنا، وبمصر كمان كان في عنده نشاطات عديدة لإلي، عم نشوف سوا حتى راح على مراكز خيرية وكان عم بيدعم بكل طاقاته كل القصص اللي بيقدر يساعد فيها حتى بإطلالته اللي حب إنه يكون حد أخواتنا بمصر. تحية كتير كتير كبيرة لإلي شيلوحي. الممثل السوري محمود نصر نشر صور لإله مع إخواته بصور كتير نادرين لإطلالاتهم. محمود نصر اللي كان اكيد ما حدا بيعرف مين هن اخواته او كيف شكلهم، هيدا الصور انتشروا بشكل كثير كبير وخاصه بعد نجاحه الكبير بمسلسل كريستال. اما ملامح الحمل واضحه على شام الذهبي ابنة الفنانة السورية اصالة نصر باحدى الظهور لها بمشاركتها بحفل خطوبة احد من اقربائها. ومن هذا الخبر بنروح سوا على هيوستن وتحديدا من حفلة الفنان جورج نعمة وأجواءه الحلوة كتير. بتفز تايلور سويفت استوديوهات السينما بحصيلة الأرقام القياسية اللي حققها فيلم The Eras Tour يلي صور خلال الجزء الأول من جولتها الموسيقية، حيث تجاوزت المبيعات المسبقة لتذاكر الفيلم $100 مليون بكل أنحاء العالم. عم تنافس بشكل كتير كبير والأرقام أكبر دليل. وهذا بعد ما انعرض الفيلم. وبعد ما انعرض. جمهور محمد رمضان رح نشوفه بأسوان عم بحاصره هو بقلب السيارة، هالقد محبينه كتار وهالمشهد على طول متواجد أو موجود لمحمد رمضان، عم نشوف سوا قدامنا بهيدا الفيديو. شدني لو بعتوا احنا عادي نشتري خليهم كلهم يبعدوا عنا. إطلالة شاكيرا بالأسود لفتت الكتار بحفل الموسيقى اللاتيني بأسبوع الموسيقى اللاتيني، هيك بتحس شوي جلد وكمان ستيل سكسي، بس شو حلو بتكون لابسة تياب سكسي بس الميك اب تبعها بيبقى كتير هيك خفيف. قصة حب جديدة منتقل سوا لبريجيت ياغي وكمان اجتاحت السوشيال ميديا وبشكل كتير كبير وفيديو جريء ورومانسي للغاية، منشوف. Live in style and do it the smooth way all the way، هيك علقت رزان مغربي على الفيديو يلي نزلته وكمان اطلالة سوبر رائعة. عم نشوف سوا بالفيديو قدامنا، عم نشوف الراقصة دينا بهيدا الفيديو. الراقصة دينا، هلا البروديوسر ساندرا سلامة بترجع بتفرجينا رزان مغربي، بس الراقصة دينا هون الخبرية عنا واجواءها الحلوة كتير اللي دايما بتفرح كل من حفلاتها. صح بحفلاتها واو دايما اجواء رائعه. رح نرجع لفيديو رزان مغربي ونشوف رزان مثل ما كنت عم تقولي وتعليقها الرائع جدا اللي كتبته على السوشيال ميديا والفيديو اللي طال فيه بشكل حلو كتير، حلوين الالوان اللي لبستهم. من رزان مغربي منروح سوا لعند رامي عياش واجواءه هو عم بيحكي يحيي حفل زواج خاص، منشوف. Oh!
من بوب ستار مع ياش ننتقل سوا لنيمار وصور هو حبيبته نزلوا على جرام. حلوة الصورة بتجمعهم كمان بمولودهم بالمستشفى حبيبته برونا. وعبير نعمة وأجواء بحفلة هي عم تغني بلا ما نحس وتفاعل الجمهور معه. منروح سوا لليال عبود وهيك اذا فينا نقول حابه تكون فريش مع متابعينا. الورود وهي كمان منروح لماي مطر ونعيدك الليله دي معك بتعيدي العام هلا نحن بدنا نعيدي يقول لك كل عام وانت حبيبتي بعد ما تعرضت كايلي جينر لكثير من التعليقات السلبية بعد ما دعمت إسرائيل رجعت حذفت هالمنشور وهذا كان البوست الستوري اللي نزلتها ودعمت فيها إسرائيل. وهيك بتكون خلصت فقرة كاتش.